كشف مصدر داخل الإسماعيلي عن اعتذار المدير الفني لمازيمبي الكونغولي فرانك دوما عن قيادة الدرويش نظرا لتمسك ناديه به ورفضه رحيله. وقال المصدر أن المدير الفني فرانك دوما أو فرانك دوما أبلغ مسؤول الإسماعيلي باعتذاره بعد أن جرى الاتفاق على توليه تدريب الفريق وحضوره للقاهرة أمس لتوقيع العقود. وأكد المصدر أن المدرب لا يوجد شرط جزائي في عقده مع نادي مازيمبي، وحاول مسؤول الإسماعيلي إقناعه بالحضور لكنه قدم اعتذاره. وأشار المصدر إلى أن الإدارة بدأت في البحث عن بديل ليقود الفريق خلال ساعات، والأقرب مدرب برتغالي يحاول مسؤول النادي سرعة الاتفاق معه ليقود الدراويش في فترة الإعداد المقبلة. ونوه المصدر أن خالد الأماش سيقود فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد، ومن المقرر أن تنطلق فترة الإعداد يوم الثلاثاء القادم. وأكد أن الجهاز الإداري أبلغ اللاعبين بموعد التجمع يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للموسم الجديد.